بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، خلق فسوى وقدر فهدى وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة، النبي المصطفى والرسول المجتبى. يا رب صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم. مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم. اللهم صلي على سيدنا محمد النور الأنوار وزين المرسلين الأخيار، وأفضل من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. صلي يا ربي وسلم وبارك عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار، وعلى آل بيته الطيبين الأطهار. وارض اللهم عن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أمين أمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين الصالحين، وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم لا تقطع عنا مددك، اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تكشف عنا سترك. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. اللهم قيض لنا من عونك ومددك وحولك وقوتك وتوفيقك ما يضبط كلماتنا، فتبقى جميعها في فلك طاعتك. أحباب رسول الله، وما زلت أطوف بحضراتكم في قضية استقامة اللسان، فباستقامة اللسان يستقيم القلب، وباستقامة القلب يستقيم الإيمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هناك كثير من الجمل أو أمثال في تراثنا، البعض بيقولها، هذه الأمثال وهذه الأقوال خاطئة. إذا كنا بنحرص على طاعة الله ومرضات الله واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد لهذا اللسان أن ينضبط. أي كلمة تخالف العقيدة أو تخالف الشرع نشيلها من الجدول بتاعنا. من الأقوال الخاطئة اللي البعض بيقولها لما بيلاقوا حد يعني سليط اللسان، أو حد مؤذي، أو حد معتدي، أو حد ظالم، يقولك فلان ده أعوذ بالله لا بيرحم، أيوة، ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. استغفر الله، ازاي بقى؟ هذا 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 مثل خاطئ. فلان ما بيرحمش وارد، فلان بيظلم وارد، فلان ما بيسامحش وارد، انما فلان ما بيخليش رحمة ربنا تنزل، طب ازاي بيمنعها مثلا؟ طب اذا كان الله عز وجل يقول في اول سورة فاطر في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يعني ايه؟ يعني ربنا لما يمن علينا ويبسط لنا رحمة وينشر لنا رحمة، ما في احد يقدر يمنع رحمة ربنا انها تنزلي. الله يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. الرحمة هنا المطر. طب لو اراد الله عز وجل انه يعني يبسط لنا وينشر لنا رحمته المطر، ان السماء تمطر، يقدر حد يصدر اوامره للسحاب يقول له اوعى تنزل المطر؟ الله يقول: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات السحاب ينزل لنا الميه كده، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا منصب بغزاره، يعني لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. فإذا أراد الله أنه الجو أن السماء تنزل مية، حد يقدر يمنعها؟ لا طبعا. يبقى ما ينفعش واحد مسلم مؤمن عاقل
يجي يقول لك ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. لا طبعا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، حدش يقدر يمسكها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. مين معنا؟ يا بسمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا بيك يا بسمة. اهلا بحضرتك. لو سمحت بس يا شيخ، كنت عايزة رقم حضرتك ضروري، لان انا قبل كده كنت طلبت بصراحة ومحدش اداني، فرجاء يعني. لا والله 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 يعني اخواننا ربنا يكرمهم في الكنترول بيعطوا رقمي اي حد بيطلبه. انا هحولك للكنترول روم دلوقتي وما تقفليش، وهم هيعطوك الرقم. شكرا ليك. يبقى ما ينفعش واحد يتخيل انه يكون جاي لك شيء من ربنا وحد يقدر يمنعه عنك. رسول الله علمنا عليه الصلاة والسلام ما يفتح، واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا كل الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى أنت لا تتخيل أبدا أبدا أن حد ممكن يمنع عنك شيء ربنا بعته لك. هذا أول أمر. الأمر الثاني، اوعى تظن أن في حد يقول لك فلان ده الأمر الناهي. ما فيش حد كده. مقاليد السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى. والله لا تخضعن لمخلوق على طمعي فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طيني. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. رزقك عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اوعى تقول انه في حد ده فلان ده منع عني رزق ربنا. استغفر الله، ما فيش كده. ده فلان ما بيخليش رحمة ربنا تنزل، ما فيش كده اطلاقا. رحمة ربنا هتجيلك ولو كره الكارهون، والله العظيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من روائع القرآن كله رائع طبعا، من روائع الآيات الجميلة اللي جاءت في أواخر سورة يونس اللي هي بتثبت العقيدة. ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بتظلم نفسك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ربنا بعت لك خير، محدش هيرد ده إطلاقا، محدش هيرد فضل ربنا عنك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى قضية خلاص، المثل ده هنشطبه من القاموس بتاعنا. أنا أقول لك فلان ده أعوذ بالله، ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. أستغفر الله، ده مين ده؟ هو في حد ده مين ده اللي واقف يقول ربنا لا 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 أي رحمة هتنزلها مش هوصلها للناس؟ ما فيش كده إطلاق أبدا، ولا حد يقدر يتحكم. الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ربنا في القرآن يقول: أليس الله بكاف عبده. آيات يعني خلاص بقى، ليسكن قلبك وتهدأ نفسك ويستريح وجدانك وتطمئن النفس بأنه إلا ربنا أسمه لك هيجيلك. ألا الناس بتحسدني، ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك سبيل الطلب. تسمحوا لي حضراتكم هنطلع فاصل إن شاء الله، بس احنا عرفنا القاعدة، ما فيش حد أبدا يقدر يمنع عنك عطاء ربنا، حدش أبدا يقدر يمنع فضل ربنا، حدش أبدا يقدر يمنع رحمة ربنا. قاعدة مهمة جدا في العقيدة بتاعتنا. خلونا نطلع لفاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل. نسعد بمشاركتكم وأسئلتكم معنا، ابقوا معنا، جزاكم الله خيرا.
الكرام، اهلا بحضراتكم مجددا. يا حاجه فتحيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا بيك، الله يسعدك، اتفضلي. معلش ممكن سؤال؟ يلا اتفضلي. ماشي، تحت امر حضرتك ان شاء الله. انا بنت الحاجه فتحيه. اولا الحاجه فتحيه بتقول لحضرتك اللي هي الحمد لله بتصلي وبتقرا قران. طيب الحمد لله. الحمد لله، بس في مشكلة عندها اللي هي خايفة من ليلة الوحدة. خايفة ايه؟ من ليلة الوحدة. اه. تعمل ايه؟ طيب، يعني اللي هي الليلة هي تقصد بيها أول ما يدخل الإنسان في قبره، صح كده؟ أيوه. حاضر، شكرا ليك. ربنا يديك الصحة والعافية يا حاجة فتحية، ويرزقنا وإياك حسن الخاتمة. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يا حضرات في هذه المسألة، لأنه هناك جمل كتيرة اتقالت تخص القبر والناس رعبتنا، يعني في ناس احنا الموت صعب، الموت صعب، لكن سبحان الله العظيم ربنا لا يسوء عبده المؤمن أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، العبد لما تحين لحظة انه حيفارق الدنيا يا حضرات، خلاص هو يقف على الاعتاب عشان هيستقبل الاخرة وهيودع الدنيا. ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة، رقم واحد بتنزل عليه الملائكة اللي هم ملائكة الرحمة، اسمهم ملائكة الرحمة. تتخيل دول هيفزعوك، هيخوفوك، هيرعبوك اذا كان اسمهم ملائكة الرحمة. فيجلسون من هذا العبد، العبد المؤمن مد البصر عشان يشوفهم كلهم، ينادونه بأحب أسمائه في الدنيا، يا عبد الله انظر إلى مقعدك من النار. إيه نار؟ أيوة، قد أبدلك الله في مقعدا من الجنة. فيصر الإنسان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هيبشروا بالجنة، هيستبشر، هيتمنى لقاء الله، يقول يلا أنا جاهز، طب أنا عايز أموت بقى عشان يجد الخير ده. فهيجي له ملك الموت يقبض روحه، ملائكة الرحمة تاخدها، هتكفنها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، مسك الجنة يعني، وياخدوا الروح ويصعدوا بها الى السماء عشان يتصلى عليها فوق. واحنا في الكره الارضيه بنصلي على الجثمان، صلينا عليه ده نروح نوصله للقبر بتاعه. الله عز وجل ارحم بهذا العبد من امي، ارحم بنا من الام بولدها. خلوني اخذ منى بس عشان انا سايبها على الهاتف بقالها فتره، واكمل لحضراتكم السيناريو ده عشان ما تخافوش، واحنا ان شاء الله مقبلين على الله تبارك وتعالى، والله ارحم بنا من امهاتنا. يا منى السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا حاجه منى، اتفضلي. عليكم من فضلك، انا كنت عايزه اسال. اسمعيني من التليفون، عايزه اسال عن حاجه. وخفض التلفزيون، اتفضلي. بالنسبه لوالدتي الله يرحمها، ايوه، اتوفت وانا صغيره. نعم. هي كانت ما بتصليش، هي كانت وعرفت وماتت في رمضان، وكان في نص رمضان بالظبط، وبرده ما كانتش يعني صامت ال 15 يوم دول اللي قبل ما تموت. فانا دلوقتي لما كبرت نفسي اعمل حاجه، يعني اشوف ممكن اعمل عنها ايه، يعني اصوم عنها، عنها. يعني انت بتقولي ماما الله يرحمها توفيت وعليها 15 يوم صيام، صح كده؟ بالظبط. عليها حاجه ثانيه غير الصيام؟ لا، ما كانتش بتصلي. طيب حاضر، هجاوبك يا حاجة منى، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يتقبلها في الصالحين، شكرا لك. يعني ما كويس، السؤال في نفس الإطار اللي احنا بنتكلم فيه. تيجي ملائكة الرحمة تنزل على العبد اللي خلاص بيقفل ملفاته في الدنيا وهيستقبل الآخر، هيبشروه بالجنة وهيطمنوه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولادك اطمئن عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وإن عليكم لحافظين، وقال في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني إيه يحفظونه من أمر الله؟ يعني أن هناك حفظة مأمورين من الله بحفظك، فاطمن
فالناس يقولوا العين عليها حارس، هو جسمك كله عليه حارس، انت محروس من قبل الله تبارك وتعالى، الملائكه في حفظه. جميل. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، الملائكه بتقول له نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. في الاخره يعني ما تقلقش احنا معاك، يعني ملائكه الرحمه هتاخد الروح دي هتبقى مع ملائكه الرحمه وهتطلع بيها في السماء وتفتح لها ابواب السماء ويصلي عليها الملأ الاعلى. وبعدين الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، لان الله يقول في سوره المطففين كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، ربنا يجعلنا منهم ان شاء الله. هينزل الجثمان هنوديه قبره، هتيجي الروح عند الجثمان عشان هيتسال في قبر ثلاث اسئله، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ الامام الشافعي الله يرحمه عاش في الدنيا 54 سنه، هو ولد 150 هجريا نفس السنه اللي مات فيها ابو حنيفه، ومات 204 هجريا، يبقى عاش 54 سنه. طبعا الامام الشافعي من ال البيت، الامام الشافعي كان فقيها، تلامذته كانوا يحبوه جدا. مات الامام الشافعي الله يرحمه رحمه واسعه ويلحقنا به على الخير. احد تلامذه الشافعي شاف استاذه في المنام فقال له يا سيدنا يا شيخنا ربنا عمل معك ايه؟ ماذا فعل الله بك؟ هنعرف ربنا عمل ايه مع الامام الشافعي في قبره، بس اما ناخد صفاء الاول. السلام عليكم يا صفاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا حاجه صفاء. اهلا بحضرتك، كنت عايزه اسال حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني خاص بوالدتي، وانا والدي توفى الله يرحمه من سنتين، وكان سايب اموال سائله وفي يعني عقارات. العقارات كانت هو كاتبها يعني باسم والدتي. طيب. كويس، هو كان من الاول عنده فكره ان يعني الام تبقى هي اليد العليا مش الاولاد. المهم طيب. يعني دلوقتي احنا لما الفلوس السايله اتوزعت يعني. طيب. العقارات بقى هما يعني كذا حاجه. لما يتباع حاجه هل دي ورث ولا دي بتاعت والدتي؟ حاضر. ده السؤال الاولاني. ماشي. هما طبعا في الاصل يعني فلوس والدي مش حاجه هو كاتبها. ما اختلفناش. يعني. انا فاهم، ما اختلفناش، اتفضلي. والسؤال الثاني، انا اولادي الحمد لله كبار وفي الجامعه، بس يعني مش عارفه مش عايزين ينتبهوا لدراسهم خالص، بدعي لهم كتير، وهم يعني في الجامعه وصلوا لحد ان هم خلاص مهددين بالفصل. ومع الرغم ان انا بتابعهم وروحهم الجامعه اشوفهم بيحضروا وما بيحضروش، برضه ما بيحضروش. ايوه. ف مش عارفه يعني هل ده تقصير في الدعاء؟ هل ده تقصير؟ حاضر، هجاوبك يا حاجه الصفاء. شكرا ليك، ربنا يحرسهم ويحفظهم واولادنا جميعا ان شاء الله. شكرا. امين يا رب العالمين. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا امام يا شافعي قول لنا ربنا عمل معاك ايه؟ التلميذ بيسأل أستاذه في المنام ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي وأسكنني جنان خلده. قال له ما أرجى عمل عملته؟ إيه العمل؟ إيه العمل اللي أنت عملته وربنا دخلك به الجنة؟ قال يا بني حاسبونا فدققوا. يعني إيه؟ يعني لما رحنا للآخرة لقينا كل شيء مكتوب، الخطوة مكتوبة، تبسمك في وجه أخيك مكتوب أنك تبسمت في وش فلان صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل حاجة مكتوبة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتبوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله بيتكتب. قال يا بني حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدق، إن من مات مؤمنا ليس بنار يحرق. يا فعلا، إن من مات مؤمنا ليس بنار يحرق. ده فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فقال تعالى فقول له قولا لينا. ده يا رب ده قال أنا ربكم الأعلى، فقول له قولا لينا. لمن قال أنا ربكم الأعلى؟ فماذا لمن قال سبحان ربي الأعلى؟ فربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى. اللي مات احنا بنقول هو في ذمة الله، هو في ذمة الله، احنا مش قلقانين على اللي مات. اللي مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودعانا له. ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة، أدنى أربعة لي يعني أقرب
وألصق أربعة لي أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا إلا قال تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيا حاجة فتحية ما تقلقيش، اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. إن شاء الله في قبورنا لنا الله. أعمالنا دي حاجة كده، احنا ما عملناش حاجة. يعني لو يكون واحد متخيل بقى انا خلصت القران 200 مره، ده انا حجيت 13 حجه، ده انا مش عارف، لا 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 لا، احنا رايحين لربنا، ده ربنا، احنا مالناش الا ربنا. هو ده احنا املنا في الله. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائبه، يا من عليه لكشف الضر اعتمد، اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. يا رب مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فإحنا هندخل القبر ومعنا ربنا سبحانه وتعالى، مش معتمدين على أي حاجة إلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة صفاء، الأموال السائلة اللي ورثوها عن أبيهم بتتوزع تركة. أبوهم كان كاتب العقارات باسم أمهم، بقت بتاعتها، إلا لو هي جت قالت دي كان سايبها معايا على سبيل الأمانة، خلاص يبقى اللي يتباع يتوزع ميراث. إنما عقود الملكية بتاعتها هي تبقى بتاعتها. أيوة ده عمرها ما اشتغلت ولا عملت جنيه، ده كلها فلوس بابا. أيوة بس كتبها باسم مين وهو حال حياته، تبقى بتاعتها. إلا لو هي اللي جت قالت لا يا ولاد دي بتاعت أبوكو وكان سايبها أمانة معايا فأنا هوزعها عليكم. فلو الأم عملت كده خير وبركة، ما عملتش كده برضه هي الأم خير وبركة. بالنسبة لأولادك بقى اللي مقصرين ادعي لهم وكثف الدعاء. احنا يا حضرات أهم حاجة بنعملها لأولادنا بنأكلهم حلال وبندعي ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة منى أمها ماتت الله يرحمها، كان عليها 15 يوم صيام، صوميهم يا منى أنت وإخواتك أو أنت لوحدك صوميهم. طيب أصيام كانت مقصرة شوية في الصلاة، ادعي لها ولد صالح يدعو لها، كثف الدعاء لها. طب ينفع في بعض الأحيان كده أن أنا أصلي نيابة عنها؟ هناك رأي فقهي يقول ذلك، وإن كان حتى رأي ضعيف في رأي بيقول كده. صلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينزل رحمته على أهل القبور. اللهم يا رحيم يا غفور أنزل رحمتك على أهل القبور. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أفسح لهم في قبورهم مد البصر. اللهم أنزل الضياء والنور والفتح والفسحة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور برحمتك يا عزيز يا غفور. أنزل رحمتك على أهل القبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.